من المعجبين بالاستاذ المذيع احمد الحمدان، ما شاء الله. يعني انت ما شاء الله عليك اسلوبك راقي، عسى ربي يحفظك يا حبيبي. اي والله، وانت الاحظك تحرص على مصلحه دوله الكويت، يعني ما تبي الاثاره. الحمد لله، الكويت بين عيوني طال عمرك. شكرا شكرا سيدي، عسى ربي يحفظنا. اي والله، اليوم طال عمرك نقبل، انت يمكن اول واحد الشخصيه الكويتيه البارزه، النائب عبد الله محمد النيباري عظم السمه، هذا احد الرموز اللي كلنا نفتخر فيها. اليوم وفاته فاجعة بالنسبة لنا. الله الله يرحمه. نيبال اليوم الدستور القيمة الفخامة كل شيء. شنو أقول في حقه؟ ما هو في حقه. بسألك، أنت قابلته ولا التقيته بحياته؟ التقيت فيه. لا. شنو كان موضوع اللقاء؟ والله التقيت فيه كان مواطن كويتي رايح حق أحد الرموز. صح. هو كان صديق الوالد سيد هاشم السيد احمد الرفاعي الوثيني، فالوالد يقول هم المنبر الديمقراطي هو والخطيب والنفيسي والسامي منيس والقطام غيرهم، يقول هم بعد لهم دور، يقول في تعميم النفط من المستعمر اول، يقول يعني هم يعني فادوا الدوله بعد بريطانيا. اي والله حراك سياسي حلو. الحمد لله، بس هو الكويت كلها طال عمرك متميزه في جميع الحركات، في جميع الاطياف المجتمع، كلنا قلب واحد. واليوم السني والشيعي والبدوي والحضري في وفاه وفي وجودهم في هالمقبره اليوم. الله يرحمه. هو لحق سبحان الله، يعني بينه وبين الدكتور احمد الخطيب يمكن اسبوعين. يمكن كنت اتناقش انا قبل شوي انا واخوي حمود السند. اي نعم تسلم. يمكن اعطاني معلومه جدا قيمه، يمكن انا كنت اجهل عنه. صح. قال انه توفى في نفس الوقت يوم الاحد الساعه 8. سبحان الله. يعني سبحان الله، يعني شوف قدره الله. لقاء الاحد. وهو سبحان الله بحياته البرلمانيه انا قريت عنده مطبات، فتره ينجح فتره لا، واستمر يعني ما يأس. الله يرحمه العم النائب عبد الله. نقول الله يرحمه ان شاء الله ويغمد روح الجنه ان شاء الله. اي والله، انتم ما شاء الله الحمدان. اي حمدان، الله يحفظك بعد راسي اخوك احمد الحمدان طال عمرك. انا ودي الدكتور عبد اللطيف الحمدان. اي والنعم الله، انتم القرويه اللي بالفنطاس. الله يحفظك. والنعم الله. ينعم بحالك. تذكر في رجاء ابائك واجدادك بالكويت القديمه؟ شو ما اتذكر. وين؟ اتذكر بالمرقاب بجبله. جيرانكم، انا ارخ الجيران، ما قالوا لك؟ يا لازم تقعد مع الوالد يعطيك قصص الوالد عادي. على فكره ما شاء الله، يعني هي من سمات. اي والله انت من سمات الجمال ما شاء الله، الشعر عندك. الرسول صلى الله عليه وسلم كذي كان، نبينا وشفيعنا طبينا محمد كان يعني حلو. الله يحفظك يا حبيبي. بس انت لاحظك مرات الدش دشات وقت اللي يكونون بعضهم متنرفزين، يعني ما تخاف؟ بالعكس. يعني في تصريحات شويه تكون صعبه. بالعكس، انا معاي كل اطياف المجتمع، وزراء، سياسيين، تجار، نواب، كلهم الحمد لله. يعني تمثل اي جهه انت طال عمرك اعلاميه؟ انا امثل طال عمرك الشعب الكويتي. سبحان الله. انا امثلك وامثل نفسي وامثل صاحبي وامثل اخواني واخواتي، انا اوصل صوت الناس. بس ما شوك تلتقي مع اخواتنا النساء؟ بالعكس، باكر ان شاء الله عندي ملتقى معاهم في فندق الرجنسي، واليوم وامس صورنا. الله اكبر. وامس صورنا الله يحفظك. تسلم. عن عيد الام، فالحين بندش. شكرا. عسى ربي يحفظك. شكرا سيدي.